طيب يقاس التغير في اسعار السلع، التغير في اسعار السلع بقيسه بايه؟ هل بالارتباط ولا بالانحدار ولا بارقام قياسيه ولا بالتشتت؟ التغير في اسعار السلع بقيسه بايه؟ بالارقام القياسيه. اذا كان الوسط الحسابي للاحصاء 77 درجه، طرحنا من درجات كل طالب 7 درجات، جينا على كل طالب كده وشلنا منه 7 درجات، يبقى كده المتوسط هيتغير، هيبقى كام بقى؟ الوسط الحسابي بيتأثر بالطرح والجمع والضرب والقسم. إذا طرحنا نطرح، وإذا ضربنا نضرب، وإذا قسمنا نقسم، وإذا جمعنا نجمع. يعني هنا المتوسط كان 77، طب لما طرحنا 7، ايه المتوسط الجديد؟ إيه المتوسط الجديد؟ 77 ناقص 7 يطلع ايه؟ 70. هي الاجابه بقى. الوسط التوافقي احد انواع ايه؟ بيقول لك الوسط التوافقي، الوسط يعني احد انواع المتوسطات. يبقى الوسط التوافقي هو احد انواع المتوسطات اللي هي الاجابه الف. السؤال 9 بفرض توفر النتائج التالية. سمشن اف اكس ناقص اكس بار كل تربيع 810 وسمشن اف يساوي 90. هنا بقى عايز الانحراف المعياري. الانحراف المعياري. انا اعرف ان اس تربيع اللي هو التباين. اس تربيع اللي هو التباين بسمشن اف اكس ناقص اكس بار كل تربيع تقسيم سمشن اف. يعني 810 على 90 هيطلع 9. 810 على 90 يطلع كام؟ 9. التسعة دي التباين. التسعة دي التباين اس تربيع. أنا عايز الانحراف المعياري. الانحراف المعياري هو جذر التباين، يعني جذر التسعة. يبقى الانحراف المعياري يطلع كام؟ هيطلع 3. السؤال رقم 10 بفرض توفر النتائج التالية: سمشن اف في الفرق المطلق بين اكس ناقص اكس بار بيساوي 200 وسمشن اف بيساوي 50. عايز الانحراف المتوسط. ان دي المفروض انا حافظ القوانين. الانحراف المتوسط عبارة عن ايه؟ سمشن اف في اكس ناقص اكس بار على سمشن اف. يعني 200 على 50 هيطلع ب4. يطلع ايه؟ ب4. طبعا يا ريت يكون معاكم على حسب دلوقتي ورقه فاضيه. يا ريت يكون معاكم دلوقتي على حسب ورقه فاضيه. السؤال 11: اذا كان الوسط الحسابي 40 وانحراف معياري 5. وسط حسابي يعني اكس بار 40، انحراف معياري يعني عين ب5. فإذا علمت أن العمر لأحد الموظفين 55، عايز المتغير المعياري زد. أنا أعرف أن المتغير المعياري زد بيساوي شرط الكسر البسط إكس ناقص إكس بار تقسيم إس. إكس ناقص إكس بار تقسيم إس. الإكس بار ب40 والإس ب5، إذا فين الإكس بقى؟ الإكس اللي هي 55. يبقى 55 ناقص 40 تقسيم 5 هيطلع في النهايه كام؟ 3. يبقى سؤال 11 اجابته ايه؟ 3. سؤال 12: مستخدما السؤال السابق عايز معامل الاختلاف سي في. معامل الاختلاف انا حافظه اس تقسيم اكس بار ضرب 100. معامل الاختلاف اس تقسيم اكس بار ضرب 100 يعني كام؟ يعني 5 تقسيم 40 ضرب 100. 5 تقسيم 40 ضرب 100 هيطلع الناتج 12.5%. يعني الاجابه باء. الاجابه ايه؟ باء. السؤال 13: مدينا توزيع تكراري وعايز الوسط الحسابي.
اول حاجة يا جماعة ابص للتوزيع ده الاول قبل ما اطبق القانون، قبل ما اطبق عشان ما ضيعش وقت. هتجد في التوزيع التكراري ده ان اول فئة هي اخر فئة، 12 في الاول هي 12 في الاخر، تاني فئة من البداية هي تاني فئة من النهاية 15 15، وبعدين في النص 22. ده بيسموه توزيع متماثل، سيمتريك، توزيع متماثل. ميزة التوزيع المتماثل، التوزيع المتماثل ميزته ان انا ما بستخدمش القانون في ايجاد الوسط او الوسيط او المنوال. في خاصية في التوزيع المتماثل، التوزيع المتماثل، ان الوسط الحسابي يساوي الوسيط يساوي المنوال. يعني بسؤال 13 ده الوسط الحسابي هو نفسه الوسيط هو نفسه المنوال. طب عبارة عن ايه؟ عبارة عن مركز الفئة المقابلة لأكبر تكرار. يبقى عندما يكون التوزيع متماثل في سؤال 13، إذن الوسط الحسابي يساوي الوسيط يساوي المنوال. يساوي ايه بقى؟ يساوي مركز الفئة المقابلة لأكبر تكرار، مركز الفئة المقابلة لأكبر تكرار. أكبر تكرار كام؟ 22. الفئة اللي فوق منه اسمها كام؟ 35. خد مركزها، يبقى أكبر تكرار 22، فوق منه فئة 35 وراها شرطة، يعني الفئة دي بدايتها كام؟ 35. طب فين نهايتها بقى؟ الفئة اللي بعد منها 45. يبقى الفئة 35 دي مركزها ايه؟ مركزها 35 زائد 45 على 2، 35 زائد 45 على 2 يطلع 40. يبقى الوسط الحسابي هنا 40. طب كان عايز الوسيط برضه 40، طب كان عايز المنوال برضه 40. خلي بالك ان الاجابه النهائيه انت بتجيب متوسط العمر، بتجيب متوسط ايه؟ العمر. اصغر عمر عندك كام سنه؟ 15. طب واكبر عمر؟ 65. يبقى المتوسط اللي احسبه لازم يقع بين اصغر عمر واكبر عمر، يقع بين 15 و65. يعني لا يمكن يكون 15 ولا يمكن يكون 65، يعني اكبر من 15 واقل من 65. يعني مثلا اول اجابه قول 15، الاجابات المتاحه عندي ينفع يكون 15؟ لا، لازم اكبر من 15. طب ينفع يكون 66 الاجابه دال؟ لا ما ينفعش، لان اكبر عمر 65 اذا يكون اقل منه. اذا ايه الاجابات المتاحه عندك؟ اجابتين، يا باء يا جيم، يا 33 يا 45، وفي الاخر طلعت الاجابه رقم كام؟ 40. يبقى في سؤال 13 ده الاجابه الف والاجابه د مستبعده، هيتبقى لي اجابتين اثنين فقط اللي هي 33 و40. في النهايه الاجابه الصح الوسط الحسابي هو الوسيط هو المنوال هو 40. السؤال 14، طبعا هنا الوسط والوسيط المنوال من غير ما نستخدم القانون، نجيبه عن طريق الخاصية بتاعت التوزيع المتماثل. السؤال 14، مدي التوزيع التكراري للأوزان وعاوز المنوال. يا ترى السؤال 14 ده توزيع متماثل أو تكرار واحد؟ طب وآخر تكرار 4؟ لا، لأن أول تكرار ما هوش آخر تكرار، وتاني تكرار ما هوش تاني تكرار من النهاية، مش توزيع متماثل. يبقى 14 ده مش توزيع متماثل، ده توزيع عادي. هنا عشان اجيب المنوال لازم اطبق القانون ده. يبقى في سؤال 14 ده عشان اجيب المنوال لازم اطبق القانون. عشان اجيب المنوال هعمل ايه؟ هدور على اكبر تكرار اللي هو كام بقى؟ 25. أكبر تكرار كام؟ 25.
الرقم اللي فوق منه السبعين دي اسمها ايه؟ حرف ايه في القانون اللي انا حافظه؟ يبقى اكبر تكرار 25 من اكبر تكرار ده فوق منه بيحدد لي المقدار ايه، كابيتال ايه. يبقى ايه هنا السبعين؟ الخمسة وعشرين دي قبل منها تمانية، قبل منها تمانية بسميها اف ون، والخمسة وعشرين بعد منها اتناشر بسميها اف اتنين. اف اتنين المنوال بيقول ايه؟ المنوال ام بيساوي ايه زائد شرطة كسر البسط اف تو المقام اف تو زائد اف ون. بضرب الكسر ده في ال، ايه هي ال دي؟ اللي هي طول الفئة من 50 ل 60 ل 70 بطول فئة هنا 10. لما عرف القانون ال A عندي ب 70، ال A عندي ب 70 زائد شرطة كسر، هقول 12 على 12 زائد 8 يعني على 20، وبضرب الكسر ده في 10 هيطلع في النهاية كام بقى؟ هيطلع المنوال 76. المنوال 76 برضو المنوال لازم يقع بين أصغر فئة وأكبر فئة. أصغر فئة تبدأ بخمسين وأكبر فئة تنتهي بمية، يبقى الوسط الحسابي والوسيط والمنوال لازم يقع ما بين الخمسين والمية. إيه الإجابات اللي عندي؟ أول إجابة عن 43 دي مستبعدة انها اقل من 50. طب ال 55 دي ممكن، وال 76 دي ممكن، وال 99 دي مستبعده لان قريب من ال 100. يبقى انت عندك ال 43 وال 99 مستبعده. فين الاجابات المتاحه عندك؟ ال 55 وال 76. لما طبقنا القانون طلع المنوال يساوي 76. سؤال 15 يقول مستخدما السؤال السابق مباشرة اللي هو 14، عايز الزاوية الدائرية المقابلة لاتجاه 25. عايز قيمة الزاوية اللي بتقابل اتجاه 25، أعمل إيه؟ عشان أجيب الزاوية بعمل إيه؟ بقسم 25 على مجموع كل الاتكرارات، أو 25 على مجموع كل 50 خارج القسمة أضربه في مجموع زوايا الدائرة اللي هي 360. يبقى الزاوية اللي هتقابل التكرار 25 أقول إيه الإجابة؟ الإجابة 25 تقسيم المجموع بكل هو 50 ضرب 360 هيطلع الناتج 180. طبعا لو بصيت في الإجابات بتاعة السؤال رقم 15 هتجد إن الإجابة دال مستبعدة. الإجابة دال مستبعدة. مستبعدة ليه؟ لأن مجموع زوايا الدائرة 360، مفيش زاوية جوه الدائرة 460، مفيش زاوية جوه الدائرة 460، لازم تكون أقل من 360. يبقى في سؤال 15 الإجابة دال مستبعدة، هتبقى أنت مخير بين ألف وباء وجيم، تطلع الإجابة رقم باء. في سؤال 16 مديك الدخل اكس والانفاق واي، العينة من كام موظف؟ من خمسة، ان بخمسة، ومديك الجدول ده بقول لك بعد استكمال الجدول ايه قيمة دي في المعادلة دي، معادلة الانحدار. عمود اكس اللي بديهولك مجموعة 30 والسطر بتاع واي مجموعة 20، بقول لك كمل الجدول، هات اكس تربيع واكس واي. عشان يريحك الأربعة لما ربعتها طلعت دي كام؟ بستاشر. طب والخمسة لما أجي ربعها تطلع 25. طب والثمانية لما ربعها تطلع 64. طب والستة لما ربعها 36. السبعة لما ربعها تطلع 49. لما أجمعهم بقى أجيب الآلة الحاسبة كده وأفتح قوس وأقول 16 زائد 25 زائد 64 زائد 36
زائد 49 واقفل القوس واقول يساوي، هيطلع المجموع هنا هو 190. طب اكس واي، اضرب الاكس في الواي، 4 في 1 ب 4، 5 في 3 ب 15، 4 في 8 في 4 هكتبها 32 اهو، 6 في 5 ب 30، 7 في 7 هكتبها 49 اهو. بيقول لك هات المجموع، افتح قوس اول 4 زائد 15 زائد 32 زائد 30 زائد 49 واقفل القوس، المجموع يطلع 130. يبقى سمشن اكس واي ب 130. جبت المجاميع دي، عايز بي، المفروض اني اكون حافظ قانون البي. البي لها بسط ومقام، البسط بتاع البي ان سمشن اكس واي ناقص سمشن اكس في سمشن واي. الان عندي بكام؟ الان عندي بخمسه، ضرب مين؟ ضرب سمشن اكس واي اللي هو 130، 130 ناقص سمشن اكس اللي هي كام؟ اللي هي 30 في كام؟ في سمشن واي اللي هي 20. ماشي حضرات؟ المقام بقى، المقام ان سمشن اكس تربيع، ان اللي هي كام؟ اللي هي 5. فين سمشن اكس تربيع؟ 190 ناقص سمشن اكس كل تربيع اللي هو 30 تربيع. واجيب الناتج بالآلة الحاسبة، تطلع كام بقى؟ هقول يساوي، هيطلع الناتج 1. لو بالآلة الحاسبة هيطلع الناتج 1. في نمرة 17 في معادل خط الانحدار واي بتساوي ايه زائد دي اكس، يسمى اكس، اكس بيسميه ايه؟ طبعا اكس بنسميه متغيرا مستقلا. طب والواي بنسميه متغير تابع. طب بالحرف ايه ده؟ ما معنى حرف الايه؟ ده مقدار ثابت. طب والبي معناه ايه؟ البي معناه ميل خط الانحدار. مسميات معادله الانحدار، معنى الواي، معنى ايه، معنى بي، معنى اكس، لازم احفظهم. يبقى 17 ده الاكس هنا اسمها مقدار ايه؟ اسمها متغير ايه؟ مستقل. طبعا في الانحدار، في الانحدار لازم نفرق بين المستقل والتابع، لكن في الارتباط ليس من المهم التفرقه بين التابع والمستقل. في سؤال 19 معادل خط الانحدار على الصوره التاليه، يعني مدينا معادله جاهزه، واي بتساوي 20 ناقص 2 اكس، فإن قيمة واي عندما تصبح اكس بخمسة، هذا اسمه التنبؤ. يعني عايز اعرف قيمة الواي لما اكس بخمسة، هعمل ايه؟ اشيل اكس واحط خمسة. اذا واي بتساوي 20 ناقص 2 في خمسة، 20 ناقص 2 في خمسة يطلع 10، الناتج 10. يبقى هنا في السؤال 18 الاجابة كام؟ 10. في سؤال 19 معادل خط الاتجاه العام في الفترة من سنة 31 لسنة 35 على الصورة التالية، واي بتساوي 6 زائد 2 اكس، دي في السلاسل الزمنية. عايز القيمة المتوقعة عام 37، القيمة المتوقعة عام كام؟ 37. هعمل ايه؟ هعوض في المعادلة اللي هي واي بتساوي 6 زائد 2 اكس، هعوض عن ايه؟ هعوض عن قيمة اكس، اشيل قيمة اكس واحط مكانها الفرق الزمني بين بداية السلسلة وحتى سنة التنبؤ. هعوض عن اكس بالفرق الزمني بين
بداية السلسلة إلى سنة 31 حتى سنة التنبؤ. يعني هعد على إيدي الفترة الزمنية من سنة 31 لسنة 37، كل سنة أعدها أثنى سبعة على إيدي. سنة 31 أثنى سبعة، 32 أثنى سبعة، 33، 34، 35، 36، 37. يبقى عدت كم سبعة؟ سبعة. يعني كم سنة؟ سبعة. يعني إكس بكام؟ بسبعة. أقوم أشيل إكس وحط مكانها سبعة، يبقى هي تساوي 6 زائد 2 في 7، 2 في 7 14 و6 20. يبقى سؤال 19 ده إجابته 20. الإجابة بقى، إذا كان معامل الارتباط بين الإحصاء والتاريخ 2%، 2% ده رقم موجب يبقى ارتباط طردي، بس 2% ده قوي ولا ضعيف؟ ده 2%، مش 2 من 10، 2%، ولا حتى 2 من 10. يبقى اسمه ده ارتباط ايه؟ طردي ضعيف. طردي ايه؟ علاقة طردية ضعيفة. طردية ليه؟ لانها موجبة. ضعيفة ليه؟ لانها قيمة صغيرة جدا جدا قريبة من الصفر. يبقى طردي ايه؟ ضعيف. سؤال 21، اذا كان معامل الارتباط بين الاحصاء والاقتصاد 9 من 10، معامل الارتباط بين الاحصاء والاقتصاد كام؟ قبل ما نكمل المعامل الارتباط ده او صفه اقول عليه طردي. وطردي ايه بقى؟ 9 من 10. طردي قوي. 9 من 10 ايه؟ لان اقصى حاجه الارتباط كام؟ 1. يبقى ده اسمه طردي ايه؟ قوي. المهم معامل الارتباط 9 من 10، فاذا قسمت درجات كلا المقررين على 3، يعني جيت كده على كل مقرر واقسم درجات الطلب على 3، فإن قيمة معامل الارتباط بعد عملية القسمة، معامل الارتباط من خصائصه أنه لا يتأثر بالجمع والطرح والضرب والقسمة. معامل الارتباط يظل كما هو دون تغيير أيا كانت العملية الحسابية المستخدمة. إذا معامل الارتباط كما هو 9 من 10. طبعا في السؤال 21 لو بصيت على الإجابات، الإجابة هي بقول 2.7 من 10. في ارتباط 2.7 من 10؟ لا مفيش. يبقى الإجابة هي مستبعدة. الإجابة هي مستبعدة. سؤال 22، تقع قيمة معامل الارتباط بين، في عندك الإجابة ألف والإجابة باء والإجابة جيم والإجابة دال. طبعا معامل الارتباط ينحصر ما بين سالب واحد وموجب واحد. معامل الارتباط ينحصر بين ايه؟ سالب واحد وموجب واحد. تبقى الإجابة رقم ايه؟ جيم. في سؤال 23 مدينا الأسعار والكميات النواتج جاهزة، يديك المجاميع جاهزة، وعايز الرقم القياسي التجميعي بتاع الاسبير. الاسبير بيرجح بسط ومقام بكيو صفر. طبعا في جميع الارقام القياسيه سواء البسيط او المرجح، البسط بي 1 والمقام بي صفر. في الثلاث ارقام اللي عندنا، البسيط والاثنين المرجح، باش والاسبير، البسط بي 1 والمقام بي صفر. الاسبير هضيف بسط ومقام كيو صفر. طب وباش هضيف بسط ومقام كيو 1. هنا الاسبير عبارة عن ايه؟ يبقى سميشن بي 1 ايه؟ بي 1 راجع بكيو صفر، يبقى سميشن بي 1 كيو صفر على بي صفر كيو صفر. هتجد ان انا بقول 840 على بي صفر كيو صفر اللي هي 420، واضرب الناتج في 100 هيطلع 200%. يبقى سؤال 23 اجابته بقى 200%. سؤال 24 عايز رقم باش. باش عباره عن ايه؟ سميشن بي 1 كيو 1 اللي هي 936. بي 1 كيو 1 على ايه؟ على بي 0 كيو 1 520. واضرب في 100 هيطلع الناتج 180%. يبقى رقم باش 100 اللي هي الاجابه الف 180%. السؤال رقم 25، وده كان نهايه الامتحان،
رقم للسبير هو رقم يرجع بكمية السبير سنة ايه؟ السبير بيرجع بكمية سنة ايه؟ لأي سنة؟ طبعا لسنة الأساس إجابة ألف. ده كان امتحان أحد الأعوام. الامتحان ده كان مدته ساعة ونص، احنا حليناه في حوالي 33 دقيقة مع الشرح. الامتحان الثاني بيقول المصادر التاريخية هي احدى مصادر البيانات، طبعا الإجابة صح. ينشأ المضلع التكراري من المدرج التكراري، صح. المدرج التكراري بجيب منه المضلع التكراري، وبجيب منه المنحنى التكراري، وبجيب منه المنوال بيانيا. يبقى المدرج التكراري بجيب منه كم حاجة؟ المدرج التكراري بجيب منه المضلع التكراري، وبجيب منه المنحنى التكراري، وبجيب منه المنوال بيانيا. السؤال رقم ثلاثة، الانحراف المعياري هو جذر التباين، طبعا صح، الإجابة صح. سؤال أربعة، مركز الفئة أي إجابة فيهم؟ مركز الفئة بداية الفئة زائد نهاية الفئة على اثنين. مركز الفئة عبارة عن إيه؟ بداية الفئة زائد نهاية الفئة على اثنين. الإجابة رقم باء. رواتب العاملين، رواتب العاملين تصنف على انها ايه؟ مش واحد بيرتبه 12,000، واحد 12,000 ونص، 12,000 وثلاثة من عام، مش في نصوص في الرواتب ولا مفيش؟ مش في هللة مش كده؟ يبقى الرواتب كم ايه؟ كم متصل. من خصائص الوسط الحسابي انه يستخدم ايه؟ يستخدم ايه؟ اي اجابة عندك؟ طبعا بيستخدم كل القيم، بيستخدم كل الايه؟ القيم. كان في خصائص الوسط الحسابي يقول لك مجموع انحرافات قيم اكس عن وسط الحسابي يساوي ايه؟ حد فاكر؟ من خصائص الوسط الحسابي مجموع انحرافات قيم اكس عن وسط الحسابي، حد فاكر بيساوي ايه؟ ها؟ طيب بيساوي صفر طبعا. يبقى سؤال ستة، من خصائص الوسط الحسابي انه ايه؟ بيستخدم كل القيم زي الوسط الهندسي، زي الوسط التوافقي. سؤال سبعة، اذا كان الوسط الحسابي 30 درجة وضرب درجات كل طالب في اثنين، يبقى الوسط بعد الضرب شكله ايه؟ الوسط الجديد هيبقى الوسط القديم في 2، يبقى 30 في 2 ب 60. يبقى الاجابه هنا تكون كام بقى؟ رقم ج 60. الوسط الحسابي بيتاثر بالجمع والطرح والضرب والقسمه. نمر 8، معامل الارتباط 66 من 100 وضربنا كل درجه في 2، هيتغير؟ لسه هنا حالا. هيتغير؟ مش هيتغير، هيفضل زي ما هو. كان برضو 66 ايه من 100. هتلاحظ السؤال 8 ده في اربع اجابات، فيهم اجابتين مستبعدتين. الاجابه دي في معامله ارتباط 31 من 100، لا ما فيش، لازم يكون اقل من 1، ده دي مستبعده. الارتباط يوصل للصفر، لا لازم يكون في رقم. يبقى الإجابة اللي عندك يا إما ألف يا إما باء. طبعا الإجابة الصح هيظل كما هو 66 من 100. سؤال 9، إذا كانت أوزان عينة من الشباب هي 64 69 70 68 ترتيبها جاهزة إيه؟ عايز الوسيط. عشان تجيب الوسيط ترتب القيم ترتيب تصاعدي، هو مرتبها لك جاهز. عايز الوسيط، هتيجي بإيدك كده بصبع الإبهام حط في النص، هيجي فين بقى؟ هيجي على رقم 78، صح؟ هيجي كده على الشاشه عندك في الجهاز، وحط طبعك في النص، هيجي على كام بقى؟ على 78. يبقى الوسيط هنا 78. سؤال رقم
10 دي درجات مجموعه من الطلبه وعاوز المنوال. ايه هو المنوال؟ الرقم الذي يتكرر اكثر من غيره. مين اللي اتكرر هنا؟ ال 16 ثلاث مرات بس، يبقى المنوال 16. المنوال ايه بقى؟ الرقم المتكرر اكثر من غيره. يبقى اللي اتكرر هنا بس ال 16 بقى المنوال يساوي 16. طيب عايز رقم 11، عايز الوسط الهندسي. الوسط اللي ايه؟ الهندسي. دول كم رقم؟ اربع ارقام. هم كاتب اربعه، بعدين اعمل شيفت، وعندك مفتاح اللي هو جذر اكس، ده جذر رقم اكس، وافتح قوس واقول اربعه في خمسه في سته في سبعه. في عندك مفتاح على الآلة الحاسبة مربع اسمه اكس، وفوق منه مربع مسمار، مفتاح جنب اللوج، جنب اللوج مفتاح عليه اكس وعليه مربع مسمار، ورا منها علامة الجذر وفوق منها مربع مسمار. اهو ده اللي احنا عايزينه. اخش له عن طريق شيفت، يبقى اقوم كاتب هما كام رقم دول؟ أربعة. أقوم كاتب أربعة وأعمل شيفت وأضغط على المفتاح اكس اللي عليه مربع مسمار، هيديك علامة الجذر. افتح قوس، لازم افتح قوس، واضرب الارقام في بعضها، اقول اربعة في خمسة في ستة في سبعة، واقفل القوس، افتح القوس واقفل القوس، واقول يساوي، هيطلع الناتج 5.38، 5.38 من 100، 5.38 من 100. طبعا الوسط الهندسي او الوسط الحسابي أو وسط أو أي وسط لازم يقع بين أصغر قيمة وأكبر قيمة. يعني الناتج النهائي بتاعك لازم يقع بين الأربعة والسبعة. لازم يكون أكبر من أربعة وأقل من سبعة. الإجابة ألف دي إجابة مستبعدة لأنها أقل من الأربعة. والإجابة دال مستبعدة لأنها أكبر من السبعة. يبقى أنت عندك إجابتين اتنين بس، يا باء يا جيم. وطلعت الإجابة رقم إيه؟ جيم. سؤال 12 حلينا إيه شوية صغيرين. التباين هيبقى 500 على 20 يطلع 25. طب السؤال حلها من إيه شوية؟ كان عايز انحراف المعياري فكنت بجيب الجزء. سؤال 13 خدناه هو هو مفيش من خمس دقايق. الإم دي لو أنت حافظ القانون هتقول 75 على 15 يطلع كام؟ يطلع 5. يبقى الام دي هنا في السؤال 13 الاجابه رقم 5. سؤال 14 خدناه برضه ما فيش من 10 دقائق. نفس السؤال بس مع اختلاف الارقام. مدي وسط حسابي 80 وانحراف معياري 10 وقيمه اكس ب 90. عايز الدرجه المعياريه زد. زد عباره عن ايه؟ اكس ناقص اكس بار تقسيم اس. 90 ناقص 80 على 10 تطلع بواحد. طب سؤال 15 بيقول عندنا معلومات عن عينتين من الطلبة. عينة الطلبة الاكس بار ب 20 والاس ب 5. طب عينة الطالبات الاكس بار ب 40 والاس ب 8. بيقول استخدم معامل الاختلاف. تحدد لك القانون اهو. قال لك مستخدما معامل الاختلاف. حدد اي العينتين اقل تشتتا. احنا عايزين نعمل الاختلاف النسبي. الاختلاف يعني التشتت، هو عاوز اقل حاجه. فاجيب معامل الاختلاف للطلبه واجيب معامل الاختلاف للطالبات. معامل الاختلاف للطلبه ومعامل الاختلاف لمين؟ للطالبات. معامل الاختلاف عباره عن ايه؟ اس تقسيم اكس بار. بالنسبه للطلبه هقول 5 على 20 ضرب 100. هيطلع 25%. طب والطالبات هقول 8 تقسيم 40 ضرب 100 هيطلع 20%. يبقى الاختلاف للطلبه 25 وللطالبات ايه؟ 20. مين اقل تشتت؟ لو اقل قيمه يبقى الطالبات. تبقى عينه الطالبات هي اللي اقل ايه؟ تشتت. سؤال 16 خدناه من قيمه شويه غريب ويديك توزيع تكراري متماثل.
10 في الاول هي 10 في الاخر، 5 اي 15 في الاخر. يبقى الوسط الحسابي هو الوسيط، هو المنوال، هو مركز الفعل مقابل الاكبر تكرار. اكبر تكرار كام؟ 30. الفعل في منها كام؟ 40. خد مركزها يطلع 45. يبقى الوسط هو الوسيط هو المنوال يطلع 45. سؤال 7 خدناه من شويه صغيرين، المنوال هطبق القانون، هطبق القانون عشان تجيب المنوال بدور على اكبر تكرار 25. اللي فوق 25 دي اسمها ايه؟ يبقى الايه 65. قبل 25 ال 14 اسمها اف 1، بعد ال 25 ال 21 اسمها اف 2. يبقى منوال القانون بتاعه لما عوض فيه هيبقى 65 زائد 21 على 21 زائد 14، بضرب الناتج في كام بقى؟ ال اللي هنا في كام بقى؟ بخمسه. عايز الزاويه المقابل للذكر 25، يبقى 25 تقسيم 72 ضرب 360 وهكذا. انا هقف عند السؤال ااا 19 داخل لي ان شاء الله للقاء بتاع يوم الثلاث ان شاء الله. هتلاحظوا ان الاسئله عماله تتكرر، هتلاحظوا ان الاسئله عماله تتكرر. انا عايز بقى اعرف، طبعا انا كنت بجري شويه لكن هتلاحظوا الاسئله انها تتكرر فبضطر امشي بسرعه. انا بس هوصل للمؤشر تحت وبعدين اشوف هل انتوا كنتوا متابعيني ولا انا كنت ماشي بسرعه بحيث اللقاء الجاي اهدي شويه. لكن هتلاحظوا حتى الامتحان اللي هقوله الاسبوع الجاي نفس الامتحانات اللي حاليا مش قصيره، يعني الامتحان عمال يتكرر. ثواني يا حضرات، يا ريت محدش يخش دلوقتي، محدش يفتك حاجه لغايه بس ما اوصل لاخر طالب. بس عايز اسالكم يعني يا ترى المعدل الشرح ده انا بجري فيه ولا معقول؟ فتحت الشات دلوقتي يا جماعه، الشرح كده ماشي ولا كنت مسرع؟ كده معقول؟ ماشي كده الحال؟ متابعيني يعني؟ طبعا اخر السنة هيدوكوا ورق فاضي عشان المسودات، اخر السنة هيدوكوا ورق ابيض عشان المسودات، بس طبعا لازم يكون معك آلة حاسبة. الامتحان هتستخدم مسموح بالآلة الحاسبة وورق فاضي. في اللجنة اطلب منه ورق فاضي هيديلك. افرض قال لك ما عنديش، تكون انت معمل احتياطي معاك واخد معاك ورقتين فاضيين. ماشي يا حضرات؟ الاسئله دي موجوده على في اللقاءات الحيه. طبعا مش هنزلها في المنتدى. ليه؟ عشان اجبرك تبص في اللقاء الحي اللي احنا عملناه النهارده ده. ان شاء الله نتقابل يوم الثلاث باذن الله في ميعادنا الساعه 9:45.